الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أيها الإخوة الأفاضل من العلماء والخطباء وأهل العلم، والعلم رحم بين أهله، وقد قالت العرب لا عطر بعد عروس، فقد تحدث الإخوة قبلي فكان حديثهم أن جمع فأوعى حتى خصب المرعى، ولكن يشفع لي أني سأتحدث عن ركن آخر من أركان الخطبة، لأن الخطبة تقوم على ثلاثة أركان واضحة، وهي الخطيب، وقد تحدث الإخوة عن الخطيب ومواصفاته، ثم المخاطب الذي هو الجمهور أو المستمعون أو النظارة، ثم الخطاب، والخطاب هو الذي سأفرده بالبسط والحديث. والمقصد طبعا من الخطبة، ما هو المقصد الأعظم في الخطبة، أو من أجل ماذا شرعت هذه الخطبة؟ شرعت للتأثير على المخاطبين، وحتى حتى يكون هذا التأثير لابد من وضع خطة محكمة ومنضبطة، وهي التي تسمى بعناصر الخطبة. لابد للخطبة من عناصر، وإلا لم تكن خطبة. هذه العناصر التي تقوم عليها الخطبة أو يقوم عليها طريقة بناء الخطبة هي المقدمة أو التمهيد. لابد في كل خطبة من تمهيد ناجح، وهذه مهارة يعرفها الإخوة المتخصصون في التربية والتعليم، أنه لابد لكل موضوع من تمهيد، تقديم الموضوع، وإلا كان فاشلا. ويتدرب الأساتذة والمعلمون في مراكز التربية والمدارس العليا للأساتذة من أجل هذه المهارة، مهارة التمهيد، مهارة المقدمة. كذلك الخطبة تحتاج إلى تمهيد، تحتاج إلى مقدمة، ثم تحتاج إلى عرض، العرض، ثم تحتاج قبل ذلك وبعده إلى اختيار، حسن اختيار الموضوع، ثم العنصر الرابع هو الخاتمة. لا بد للخطبة من خاتمة مجودة. إذن هذه العناصر الأربع، أو العناصر الأربعة لكل خطبة: المقدمة، اختيار الموضوع، المقدمة، العرض، الخاتمة. وسأتحدث بإيجاز لأن الوقت لا يتسع عن كل عنصر من هذه العناصر. فالمقدمة أو التمهيد للخطبة هذه ضرورية للخطبة كالدرس التعليمي، فلا يصح أني أقتحم الخطيب موضوعه مباشرة دون توطئة له. والمقدمة هي كالمقطع للقصيدة والافتتاح للموسيقى، كل منها يمهد لما بعده ويعد السامعين. والمقدمة أول ما يطرق الأسماع من الخطبة، فإن كانت جيدة أصغى السامعون وتأهبوا لما بعدها وتفتحت نفوسهم للخطيب، وإلا كانت نذيرا بفشله وتهافت أثره. ويشترط في المقدمة أن تكون شائقة، أي فيها تشويق يجذب السامعين إلى الموضوع، وأن تكون قصيرة جدا لا طويلة تستنفذ جهد الخطيب وانتباه السامعين. وأن تبتدئ طبعا بحمد الله والثناء عليه، لأن هذه من الشروط من أحكام الخطبة التي لا تصح بدونها: الحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون الاستهلال بآية قرآنية مرغبة أو زاجرة أو بحكمة أو بمثال أو بواقع من قصة قصيرة أو بيت رائق من الشعر أو غير ذلك. العنصر الثاني بعد المقدمة هو العرض. لا يستطيع الخطيب أن
يستغني عن عرض الموضوع لأن الخطبة لأنه الخطبة نفسها، وهو قطب الراحة الأعظم من الخطبة. لا بأس بعض الخطباء يذكرون عناوين الخطب مباشرة، يقول وعنوان هذه الخطبة أو موضوع هذه الخطبة اليوم هو كذا، ولكن أفضل من هذا التدرج في تناول الموضوع. فمن شروط العرض الناجح أولا الوحدة الموضوعية، على الخطيب أن يتكلم في موضوع واحد. بعض الخطباء هداهم الله يتكلمون عن موضوعات شتى في خطبة واحدة، فيدخلون ويخرجون كما يقال عند كما يقول عندنا العامة في عدة مواضيع في وقت واحد، وهذا ليس سليما. لابد من الحديث عن موضوع واحد في الخطبة، وهي يسمى الوحدة الموضوعية. الترتيب، فيجب أن يعرض الخطيب موضوعه متسلسلا مترابطا مرتبا، بعضه يأخذ برقاب بعض حتى يمهد للنتيجة والأهداف التي يريدها من الخطبة. الشرط الثالث الوضوح، وهو سهولة العبارة ووضوح المعنى، ولا أعني أن يكون الكلام مبتذلا سوقيا أو كلاما شعبويا كما يقال اليوم، بل لابد من كلام يفهمه المتعلمون وأنصاف المتعلمين ومتوسط الثقافة بل وحتى العامة، ويتحدث في التفسير فقط أو في العقيدة فحسب أو في الفقه والأحكام أو في الزواج والطلاق، كل خطبه هكذا. فهذا الخطيب يعطي الناس ثقافة مبتسرة مبعضة مشوهة عن الإسلام بتضخيمه بعض الجوانب على حساب بعض. وينبغي أن لا يغفل الخطيب عن المناسبات الدينية والوطنية. التسلسل كذلك، ينبغي للخطيب أن يحذر في موضوعات خطبه من التسلسل، بحيث يتحدث الخطيب في موضوع واحد عدة أسابيع بخطب مسلسلة، لأن ذلك منفر للناس ويسبب مللهم ويستدعي سهامتهم. كما يتحدث في الصلاة مثلا خطبة عن الصلاة أسابيع متعددة. أعرف من الخطباء من تحدث عن الصلاة شهرين متتابعين توبة من الله، توبة من الله شهرين متتابعين عن الصلاة، أو عن الزكاة وأنصبتها، أو في تفسير آية كريمة أو حديث شريف. المعاصرة، بحيث يكون عنوان الخطبة يتعامل مع واقع الناس، واقعهم وحاجتهم في عصرهم، فيعالج مشكلة قائمة، لا أن تكون المشكلة قد انقرضت واندثرت وقد عاشها المسلمون في زمان مضى ولم يعد لها وجود الآن، كمن يتحدث عن المعتزلة والمرجئة والفرق العقدية والمذهبية التي لم تعد قائمة. وأشنع من ذلك كله أن يسرد كتبا من دواوين الخطب ديال هوني والذي مضى عليها أزمنة مضت، ومن ذلك النكتة التي يتندر بها المغاربة، أن خطيبا فتح ديوانا من هذه الخطب وخطب فدعا مع عساكر دولة الموحدين ومع الإمام المعلوم المهدي المعصوم بن تومرت الموحدين، فهذا كما نقول يعني خارج التغطية، خارج التاريخ والجغرافيا. الصفة الثانية أسلوب الخطبة، أسلوب العرض، فهذا الأسلوب لابد أن يكون أسلوبا خطابيا، خطابيا فيه من العاطفة الجياشة، لأن الأصل في الخطبة العاطفة أكثر من الأمور العقلية أو العلوم العقلية، فللعاطفة فيها حظ كبير، وليس أسلوبا علميا ولا أسلوبا إعلاميا كالنشرة الإخبارية. بعضهم يجعل الخطبة يسردها كما تسرد النشرات الإخبارية. فالخطابة مقصدها الأعظم كما حدثتكم فيما تقدم هو التأثير على الناس، فلا بد من موافقة مقتضى المقال
لمقتضى الحال. ثم لا بد أن يكون في أسلوب الخطبة تواضع، ليس فيها تعالي، وليس فيها فظاظة، وليس فيها غلظة. فالخطيب ابن من أبناء أمته، ليس متميزا عنهم، وإن كان هو في خطة الخطابة ينوب عن أمير المؤمنين وشرف بولايته لهذا المنصب الديني. فالواجب أن تكون الخطبة فيها حكمة، وفيها لين، وفيها معالجة بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن كما يقال. فالخطيب قاض وليس خطيب داع وليس قاضيا، فلا بد من لين القول، ليس بفظ ولا غليظ. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا شك أن أسلوب الخطبة إذا كان على هذا السنن الأبين يقرب الخطيب من الناس، فيحبونه وينتظرون خطبته بشغف وعشق، ويستجيبون لدعوته. كما ينبغي للخطبة أن تتجنب أسلوب تجريح الأشخاص والهيئات والجماعات والأحزاب والمؤسسات، فإن المعين مبتدع كما قال السلف، ولكن لا بأس من التلميح دون التصريح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا، ولم يقل قط ما بال فلان، ما بال فلان يقول كذا. نعم. وعلى الخطيب في أسلوب خطبته أن يجتنب ما أمكن أسلوب التيئيس والتثبيط من الإصلاح، مما يولد الإحباط واليأس والوهن والخذلان عند المخاطبين. بل أسلوب الخطبة لابد أن يشعر بالثقة. بعض الخطباء يقوم على المنبر فيقول، يظهر كل شيء بنظرة سوداء متشائمة، وأن لا سبيل للإصلاح، وقد يكون هو نفسه مكتئبا، وهذا مرض نفسي معروف، فينعكس اكتئابه على المستمعين أو المخاطبين، ولا يتطلع إلى مستقبل، ولا يدعو إلى تغيير الأحوال وإصلاحها وإيقاظ الأمة من سباتها أو رفع الهمم وإحياء العزائم. والله تعالى يقول، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ويقول عليه الصلاة والسلام، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. الصفة الثانية مضمون الخطبة، مضمون الخطبة أي ما يتعلق بعد أسلوبها بمضمونها. فلا بد أن تكون معلومات الخطبة صحيحة ومؤداة على الوجه الصحيح، وهذا لا بد فيه من حسن الإعداد من مراجع الإسلام وأمات كتبه، ما يتعلق بالآيات والأحاديث والأقوال والقصص والأمثال والأشعار والحكم، ولا بد من التثبت من المعلومات، فلا يقول شيئا إلا إذا تأكد من صحته، لا أن يكون قد سمع شيئا أو قرأه في جريدة أو كذا ولا يعرف مصدره. فعدم التثبت يزعزع ثقة الجمهور بالخطيب فيسقطه من أعينهم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويرجع في كل فن إلى أهله، في الطب إلى الأطباء، وفي التفسير إلى المفسرين، وفي الحديث إلى المحدثين، وفي اللغة لأئمة اللغة، وفي الفقه لأهل الفقه، وهكذا. لابد من قصر الخطبة ومراعاة الوقت، لأنه يضجر السامعين إذا كانت الخطبة طويلة. وهذه أشار إلى طرف منها بعض الإخوة الأساتذة المتدخلين السابقين، و
يكفينا حديث مسلم قال أبو وائل خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ. أوجز وأبلغ، أوجز ولكن أبلغ. فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، تنفست معناها في العربية أطلت، أطلت قليلا. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته الحديث. جمع الأدلة واستحضارها لا بد في العرض في مضمون الخطبة من جمع أدلة، آيات، الأحاديث، لأن الخطيب يخاطب جمهور المسلمين والمسلمون يسلمون للآيات والأحاديث، ويجتنب، ينبغي أن يجتنب الإسرائيليات في كتب التفسير وهي كثيرة، وكثيرا ما يستشهد بها الخطباء مع أنها باطلة، أو الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى لا يخطئ في الأحاديث، ولا ينبغي أن يمل الناس وجله من العامة بذكر الإعراب وأوجه الحديث وتخريج الحديث كما يفعل بعض الخطباء. لابد من الاستدلال بأقوال السلف الصالح وحكمهم والانتقاء من أطايب كلامهم ومن الشعر وضرب الأمثال والاستشهاد بالقصص والتاريخ، لأن التاريخ فيه سنن وفيه عبرة، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لا بد من الاهتمام بالإحصاءات في بعض الموضوعات ذات الدلالة القوية على موضوع الخطبة. مثلا إذا تحدث الخطيب عن خطبة في تحريم الإسلام للانتحار، لا بأس أن يذكر إحصائيات الأوروبية، نسبة المنتحرين في العالم وفي الدول الأوروبية المتقدمة، ثم نسبة الانتحار عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية. وإذا تحدث عن طلاق وآفة الطلاق، يحسن أن يأتي بالإحصائيات في ارتفاع عدد حالات الطلاق في المجتمع، وفي خطبة عن إدمان الكحول أو إدمان المخدرات من الأفضل للخطيب أن يذكر إحصائيات الإدمان، إدمان بين كتابة الخطبة وارتجالها. كثير من الناس الخطباء يفضل ارتجال الخطبة، ارتجال له مميزاته، لكن الكتابة أفضل من الارتجال ولها مميزات أكبر. فالكتابة تجنب الخطيب اللحن والخطأ في اللفظ والمعنى، إذ يأتي بالآيات والأحاديث بألفاظها، وتحمي الخطيب من التيه والخروج عن الموضوع. وبعض الخطباء يلجأ إلى حفظ خطبته، يحفظها ثم يستظهرها عن ظهر قلب، وهذا الأسلوب استظهار الخطبة خطير لما فيه من المجازفة والمخاطرة. فغالبا ما ينسى الخطيب بعض الكلمات أو بعض الجمل في خطبته فيتتعتع ويرتج عليه ويقف صامتا برهة من الزمن ويتنحنح ليتذكر، ثم تغيب عنه الأمور، مما يعرضه لإحراج كبير وسوء ظن من المخاطبين. تجنب تصوير موضوعات الخطب من الشبكة العنكبوتية أو من بعض الكتب القديمة أو خطب الجاهزة، ديوان الخطب الجاهزة. وغالبا ما يلجأ الإخوان إلى كتب أنشأها خطباء في السعودية أو في الخليج دون كتابة خطبته وتدوينها، وفي هذا خطر كبير ومغامرة غير محسوبة العواقب، ليس أقلها عدم مراعاة واقع المخاطبين. فقد تكون الخطبة أعدت لمجتمع آخر وبيئة أخرى
واختيارات هذا البلد المذهبية ليست هي اختيارات بلدنا. لا بأس أن أقول هذا، لكن لا بأس من الاستفادة من بعض كتب الخطاب ودواوين الخطاب بما ينسجم مع اختياراتنا، لكن على سبيل الاستئناس فحسب. ثم الصفة الرابعة بعد المقدم، بعد اختيار الموضوع والمقدمة والعرض، هي الخاتمة، وهي التي سأنهي بها وأختم بها الموضوع. خاتمة الموضوع، خاتمة الخطبة، هي آخر ما يطرق سمع الجمهور وأكثر ما يبقى في نفوسهم، لذلك كانت بحاجة إلى مزيد عناية واهتمام. وخير أحوالها أن تكون تلخيصاً لمحتوى الخطبة، يعطي الثمرة والعبرة من الخطبة، وتجمع ما يريد الخطيب أن يصل إليه الأهداف والنتائج بالنسبة لجمهوره. وينبغي أن تختم الخطبة بجمل قوية ذي وقع جيد في آذان السامعين، أو بآية كريمة، أو بحديث شريف مناسب لموضوع الخطبة. ثم تنتهي الخطبة كما تعلمون بالصلاة والسلام على رسول الله، والترضي على الصحب الكرام ولا سيما الخلفاء الراشدين، وبالدعاء لأمير المؤمنين، وبإصلاح الأحوال، والتوفيق للبر والتقوى والمغفرة، وحسن الختام، وغير ذلك من خيري الدنيا والآخرة. عندي توصيات لكن الوقت لا يسع، وإذا ضاق الأمر اتسع كما يقول علماء الفقه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الخطأ البين أن يعقد الخطيب أسلوبه